اسرار الجواز الناجح. ايه ده؟ هو في جواز ناجح وفي جواز مش ناجح؟ في جواز ناجح وفي جواز مش ناجح. احنا النهارده هنتكلم عن بعض الاسرار اللي تخلي جوازاتنا ناجحه. هيستفاد منها المقبلين على الزواج حتى اللي متجوزين. هنتكلم عن اسرار الزواج الناجح في برنامج مع فريدة، وربنا يهدي سرك. خلونا متفقين ان ربنا خلق الجواز ولابد منه، وخلقه على شكل المفروض يكون عليه، وهو المودة والرحمة والتعاون لإنشاء أسرة سعيدة. طيب انا هتكلم معاكم النهاردة عن أسرار الزواج الناجح، بالاخص الكلام ده ممكن يفيد اللي لسه ما اتجوزوش، اللي لسه مقبلين عن الزواج على الزواج. طيب ايه اللي اتجوزوا فعلا وحاسين ان جوازهم مش سعيد؟ يبقى نقطة ومن اول السطر اتكلمي معاه بوضوح. انا عايزة حبيبي اقعد معاك ونتكلم في شوية حاجات كده ممكن تكون مضايقاني، مخلية البيت مش حلو، مخلينا مش سعداء مع بعض، ايه رأيك لما نحاول نحط كده أسس وخطوات ومبادئ نمشي عليها من بكرة، علشان انا وانت عايزين جوازنا يبقى سعيد، عايزين بيتنا يبقى سعيد، عايزين انا وانت نبقى سعداء. وياريت لما تيجي تتكلمي معاه الكلام ده يكون كلامك واضح وصريح، لان الراجل ما بيفهمش بين السطور. يعني ما تقوليلوش كلام بالمستخبي في الاستخبص كده والحدق يفهم، لا. احنا قلنا كذا مرة ان الراجل ذو خلية واحدة بس اللي شغالة. انت بتقولي له روح في البوتاجاز، بيروح يقف قدام البوتاجاز يقول لك اي عين، وهي عين واحده اللي شغاله. فتعاملي معاه على هذا المنطلق، ماشي الحدق يفهم وانت افهم ما بين السطور، ولو مهتم كنت عرفت. لا، هتقعدي معاه قعدة الصراحه دي لازم تتكلمي كلام واضح هو يمشي عليه. هتقولي له هنعمل كذا يبقى هيعمله، مش هنعمل كذا يبقى مش هيعمله. احنا حبيبي عايزين نغير نمط حياتنا علشان نخلي حياتنا سعيدة وجوازنا سعيد واحنا سعداء. هنعمل ايه؟ هنعمل ضبط المصنع. هنرجع كده الموضوع ده للتوكيل يفرمطه وينزل لنا ابديت جديد، او ابديت جديد نقدر بقى نبقى سعداء بقى وملفلفين كده والحياة جميلة. صدقيني هو ما هيصدق. ايه ده؟ يعني انت بتعملي مجهود علشان ما نبقاش متضايقين ولا متخانقين ولا متنكدين ولا مبوزين؟ طب خلاص انا معاكي، انا معاكي في الموضوع والخطه دي، انا موافق، بس قولي لي الله تنستري يا شيخه اعمل ايه وانا اعمله؟ ما اعملش ايه وانا ما اعملش ايه؟ انا اصلا مش غاوي نكد ولا غاوي بوز، لان الراجل متطلباته في الحياه بسيطه جدا، والله بسيطه جدا. هو الراجل عايز يجي من الشغل يلاقيكي رايقه وياكل اكله حلوه سخنه ويخش ينام.
ويصحى من النوم يتفرج على الماتش، هو ده امنياته طموحاته كل اللي بيحلم فيه. بص هي بالنسبه له الثلاث اربع حاجات دول هم اليوتوبيا في حياته، هو ما يتمناه من الزواج. انتوا لو انتوا كنتوا لسه مخطوبين كنت هتقعدي وتتكلمي احنا هنعمل كذا، انت هتعمل كذا وانا هعمل كذا، انت ليك وعليك كذا وانا ليا وعليا كذا، فالموضوع هيبقى اسهل. بس ما دام اتجوزت وخبطت في الحيط يبقى تتعاملي مع اسير الحرب ده بنوع من الوضوح ونوع من الشفافيه، واحنا قررنا ان احنا نحط مبادئ وخطط هنمشي عليها. حاضر، عينيا الاتنين. اول حاجه معانا لسر الجواز الناجح اللي احنا قلنا عليها نقطه ومن اول السطر، فهم الفروق بينك وبين جوزك. ايه ده، هو في فرق؟ لا على فكره قاسم امين قال علينا في مساواه، لا هو مفيش مساواه. وبعدين قاسم امين الله يسامحه دلوقتي الراجل هو اللي بينادي بالمساواه، بس ما علينا احنا ما بنتكلمش في فروق قاسم امين، احنا بنتكلم ان في فرق جسماني وعضلي وذهني بينك وبين الراجل. تعالى يا حبيبي اقعد معايا كده، عايزاك نحط الاول حاجة لسر الزواج الناجح بيني وبينك ان في فرق عضلي وجسماني وعقلي بيني وبينك. طيب ايه بقى الفرق دوت، بنتعامل بيه ازاي؟ ان في فرق بين الحقوق والواجبات لكل واحد فينا. الأنبوبة فضيت؟ اه، رحت انت حبيبة قلبي نتعتيها على قلبك ونزلتي غيرتي الأنبوبة وطلعتي ركبتيها علشان أبو أشرف لما يرجع يلاقي الأكل. احنا مش قلنا في فرق في التكوين الجسماني والعضلي والفكري؟ اه، انت بقى لما نتعتي الانبوبه على قلبك ونزلتي السلم وغيرتيها وطلعتيها وقعدتي تركبيها عشان تعملي له اكل، انت كده ست جدعه؟ اه لا، انت ست هبله. ايه ده، انا ست هبله لان انا عايزه ابو اشرف يجي من الشغل يلاقي اكله سخنه اللي هو بيحبها ويلاقي الغداء؟ انا ست اه ست هبله وستين هبله متدبسين في بعض. ليه؟ هو انت لما شلتي الانبوبه ونزلتيها وعملتي دوت المفروض ده من واجبات مين؟ واجبات جوزك. انت فاهمه انت عملتي ايه؟ انت ما عملتلوش الغداء، انت ضيعتي حق من حقوقك كأنثى وضيعتي حق من حقوقه كرجل. انت كأنثى ده مش من واجباتك انك تعملي كده، هو واجباته المسؤوليه. انت كده ضيعتي كمان من عنده المسؤوليه وتحملتي مسؤوليه فوق مسؤولياتك، فهو خلاص مره في مره هيبقى معتمد ان هي هتتصرف، هي هتشيل، هي هتودي، هي هتعمل. حملك المسؤوليه فوق طاقتك، فوق مسؤولياتك وواجباتك، شلتي مسؤوليه زياده كمان. ولو قال لك شكرا على اول مره انت غيرتي فيها الانبوبه وكل الريح يقول يا ام اشرف غيرت الانبوبه عشان لما ارجع الاقي اكله سخنه، مره اتنين تلاته رابع مره لو جه وقلت له اصلك الانبوبه فضيت وانا ما طبختش هتتهزقي، لان خلاص انت هو خد على كده انك متعود ان انت تنزلي تغيري الانبوبه، ظهرك وجعك، ركبك وجعينك، ملوش فيه، ما نزلتيش غيرتيها ليه وعملتي لي الغدا؟ انت عرفتي انت عملتي ايه في نفسك؟ عشان انت ست هبله، انت زودتي مسؤوليه على قلبك بقت حق من حقوقه عليكي وخدتي منه هو مسؤوليته. الراجل بطبعه ربنا خلقه في جين المسؤوليه، هو بيحب كده يبقى مسؤول عن حد، مسؤول. طيب انت بقى خدتي كل المسؤوليات، هيروح يدور على وزوزه جميله يبقى هو مسؤول عنها، يبقى هو يحس بان هو الراجل وان هي معتمده عليه وان هو ليه مسؤولياته وطلباتها وظهر، هو عايز يبقى ظهر حد يحس ان هو راجل ومسؤول لان ده ربنا خلقه في جيناته.
غير كده ان انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. انتي كست مخلوقه لايه؟ للدلع والفرفشه والطبطبه والنعنشه، تبقي ست رايقه. يدخل من الباب، هو زي ما قلت لك، هو عايز يدخل من الباب يلاقي ست رايقه مفرفشه جميله وقت اكله سخنه. طيب ماشي، انت بقى نتعتي الانبوبه ونزلتي غيرتيها وطلعتي، اه يا ركبي، اه يا ظهري، هيجي يكلمك تقول له هو ده جزائي ان انا عملت لك اكل عشان تيجي تلاقي اكل وشلت الانبوبه؟ طب ما هو يا ستي انا مش عايزك تشيلي الانبوبه وظهرك يوجعك، انا عايزك تبقي قاعده رايقه. ايه ده؟ يعني انا كده ست هبله ان انا عملت حاجه ما تخصنيش، مش من واجباتي، علشان اكمل بيها واجباتي، فاتضح ان انا ضيعت انوثتي وضيعت المفروض ان انا عايشة عشانه ان انا ابقى ست. هو مش هيبقى مبسوط بالاكل اكتر ما هو كان هيبقى مبسوط بانك انتي ما بتتوجعيش، مش قاعدة تقولي اه يا ركبي، اه يا رقبتي، اه يا ظهري، شلت الانبوبة 4 ادوار ونزلتها وشلت 4، عشان انتي ست هبلة ما كانش فيها حاجة. لو كنت قلتي له الأنبوبة فضيت هات لنا غدا معاك وانت راجع علشان خاطر ما طبختش ولحد ما تغير الأنبوبة، لما انت تغير الأنبوبة. ما هو تغيير في الأكل يا ستي، مرة تاكلوا مشاوي من بره، مرة تاكلوا كوشري من بره، وانت قاعدة رايقة وجميلة ولطيفة، وهو ينزل من مسؤولياته وواجباته ان ينزل يغير الأنبوبة ويطلع. عشان كده قلت لكم لازم تفرقوا بين التكوين الجسماني والعضلي، بين كل واحد والتاني. انت ليك حقوق وواجبات وانا لي حقوق وواجبات. طيب في التكوين العقلي، لسه قايله دلوقتي ان التكوين العقلي للست غير للراجل خالص. انا ببقى بغسل المواعين وبكلم ماما في التليفون وبسلق كرومب وبذاكر للبنت. لما نيجي نتكلم بقى عن التكوين العقلي، لازم تفهموا ان التكوين العقلي هو اثبت علميا للراجل غير للست. التكوين العقلي للراجل ذو خلية واحدة زي ما انا قلت، هو عارف انت تقولي له هو يعمل بس. انما الست ممكن تكون بتغسل المواعين وبتكلم مامتها وبتذاكر للبنت وبتسمع للولد وبتسلق كرومب وعارفه انت فين ورايح فين وجاي منين وبتتكلم فين ومقابل مين. ده اختلاف جيني ربنا خلقنا بيه. فلازم تتعلمي انك لما تطلبي طلب من الراجل، لما تحتاجي ان انت يجيب لك حاجه وهو جاي، لما تطلبي طلبات ما تدهلوش مرة واحدة، لازم تطلبي طلباتك واحدة واحدة علشان تتنفذ. عشان انت لو ضربتي له طلباتك كلها مرة واحدة هينسى حاجة او حاجتين، هتتخانقوا هتتنكدوا. ليه؟ ليه؟ احنا قررنا ان احنا نعمل ستوب. يعني انت لما وهو جاي من الشغل تقولي له عايزة حاجات من عند بتاع الخضار وعايزة حاجات من السوبر ماركت، ما تقوليش وانت جاي هات كذا وكذا وكذا من بتاع الخضار وانت هات كذا وكذا وكذا من السوبر ماركت. لا، انت تقولي له انا عايزة حاجات من بتاع الخضار وعايزة حاجات من بتاع السوبر ماركت، روح عند بتاع الخضار وكلمني وانا اقول لك عايزة ايه. هيقوم جايبه له. بعد ما تخلص بتاع الخضار روح للسوبر ماركت وانا اقول لك عايز ايه. وفرنا كتير هري هري وكتير وقت ونكد وبوز، عشان انت نسيت تجيب ليمون وانت راجع، عشان انت نسيت تجيب زبادي وانت راجع. بيحصل خناقة، والله بتحصل خناقات وضرب بوز وتضرب الاسدال يومين تلاتة علشان خاطر انت نسيت تجيب الليمون وانت جاي. يبقى انت تتعاملي معاه لانه خلية واحدة، وتطلبي منه الطلبات واحدة واحدة. طيب انت بقى كست ملمة بكل هذه الامور الحياتية والعقلية، بتيجي في الهايفة وبتتصدري. ايه ده؟
انا كل الدماغ الكبيره اللي انا بتكلم فيها دي بتيجي في الهيفه وتتصدر، اصله ما قاليش كلمه حلوه النهارده، اصله ما اتصلش بيا النهارده 10 مره بتوع كل يوم نقص مره، اصله النهارده هيافه بقى، بتيجي في الهيفه وبتتصدري. طب خلاص يا حبيبي والنبي، يعني لما الهرمونات بتبقى طافحه عليا شويه وطالبه كده كلمتين حلوين قولهم لي، اتغزل غزلتين وقولهم لي، هنوفر برضو والله هنوفر. يعني انت كراجل شرقي مصري اصيل عارف الاسطوانات وحافظها، فما يجراش حاجه لما تشغل لها الاسطوانه الصبح واخر النهار. انت حلويتي، انت خسيتي، انت جميله النهارده، الفستان ده جميل عليكي، البيجامه دي حلوه عليكي، اكلك حلو النهارده، تسلم ايدك، اديني في الهايف وانا احبك انا ننس. اديها كلام كلام كلام، ارزع ارزع كلام حلو وخلاص. اه ما زي ما قلت لك، شوف رغم العقل ده كله بتيجي في الهايفه وتتصدر، ارملها الهايفه عشان توفر البوز والاسدال وايام النكد والخصام. يبقى لما كل واحد عرف اللي ليه وعرف اللي عليه، وفرنا كتير جدا جدا في حياتنا الزوجية، وده يعتبر سر مهم جدا من أسرار الحياة الزوجية السعيدة. طب تاني سر معانا ايه؟ أثر الخبرات النفسية السابقة على حياتنا دلوقتي. والله أنا ليا واحدة صاحبتي جوزها عمل وعمل وعمل وفي الآخر اتطلقوا، وراحت محكمة الأسرة واتبهدلت يا لهوي ليه كل ده؟ أصلا عندي واحد صاحبي اتجوز ومراته بهدلته ومرمطته ومضيته على الشقة وبيعته كلوته، يا لهوي كل ده احنا بنتعرض له في حياتنا. فبنبقى داخلين حياتنا الزوجية على وعندنا بقى ايه هذه الذكريات، انا هتجوز وبعد سنتين ثلاثة هيعمل فيا زي ما عمل جوز جيهان فيها، انا هتجوز وبعد سنتين ثلاثة هتعمل فيا زي ما عملت مرات ابراهيم فيه. عندنا اثر خبرات سابقة نفسية وحشة بتأثر على حياتنا الزوجية دلوقتي. يبقى احنا يا جماعة بلاش نقارن حياتنا بحياة ناس تانيين. والله يا حبيبي يعني بلاش، وانتوا قاعدين بقى في قعدة الصراحة دي، بلاش يا حبيبي لو سمحت كل شوية تقارن بيني وبين طنط عفاف اللي طلقت جوزها ورمته في الشارع. بلاش يا حبيبتي طول ما انت قاعدة تقولي لي انت هتبقى عامل زي كل الرجالة خاينين وبايظين وهتطلقني وترميني في الشارع. دي حياتنا احنا انا وانتي او انا وانت، وعايزينها تبقى سعيدة وعايزينها تبقى جميلة، فاحنا بنحط ليها اسس وقواعد من الاول او من الاخر او من النص، المهم ان احنا قاعدين دلوقتي قاعدة الاسس والقواعد دي عشان حياتنا تبقى سعيدة. فارجوكوا ملكوش دعوة بحد، انتوا بتبنوا حياتكوا انتوا، ملكوش دعوة بحياة طنط عفاف وعم ابراهيم وابو اشرف، دي حياتكوا انتوا. طب تالت حاجة، لا تتوقع اشياء غير واقعية. لازم مفهوم الجواز يتغير عند كتير قوي مننا، لانكم داخلين حياة زوجية مش داخلين الجنة، انتوا داخلين حياة زوجية مش داخلين الجنة. لازم تعرفوا ان الجواز فيه الحلو وفيه الوحش، في شوية دلع وحب ورومانسية، وفي شوية بوز ونكد وإسدال، ده موجود وده موجود. هو احنا هنقعد نتخانق؟ اه تخيلي، ده للمقبلين على الجواز بقى، هنتخانق ليه؟ هو الجواز مش حب ورومانسية ودلع ورمي بالمخدات ويقف معايا في المطبخ ارميه بالدقيق يخروشي؟ اهي الفيديوهات دي اللي جابتنا ورا، احنا نضرب بمخدات الريش ونبقى قاعدين في المطبخ نضرب على بعض دقيق، دي الافلام والمقاطع دي اللي جابتنا ورا. كل واحد بيبقى متجوز فاكر نفسه ان هو هيتضرب بالمخدة وهيجري وراها وبعدين يمسكها وبعدين ايه ده ايه ده ايه، مش كده،
مش انتي قلتي يا بنتي ان احنا بلاش نحكم على خبرات سابقة؟ ايوة قلت لكم ان ما تحكموش على خبرات سابقة، بس تعيشوا على ارض الواقع. احنا حياة زوجية، احنا مش يوتوبيا مدينة فاضلة، ولا انتي داخلة الجنة، انتي داخلة جواز. شوية زعل وشوية فرح، شوية حزن شوية نكد، شوية بوز شوية إسدال، شوية مكرونة بايتة من 2011، برضو الدنيا ماشية وشغالة. بس في حتة صغيرة هتفرق كتير جدا في اللي أنا بقوله، إن لما حد يزعل من حد، الحد ده يروح يصالح الحد ده ويقول له أنا آسف، بس انا اسف ومش هكرر الخطأ ده تاني مني وشكرا. بس لازم الحد لما يزعل من حد والحد يروح يصالحه، مش يصالحه بس، لازم يتأكد انه راضي تمام الرضا ومسامح وقلبي وربي راضيين عليك يا ابني. لازم يوصل لهذه القناعة. رابع حاجة، التركيز على أفضل ما في الشريك. رابع حاجة أو رابع خطوة من أسرار الزواج الناجح، لازم كل واحد من الشريكين يتأكد إن اللي قدامك ده بني آدم مش إله، مش معصوم من الخطأ، مش مفصله على إيدك في كل حاجة، صفاته وأخلاقه وشكله وطباعه، لأ ده بني آدم بيغلط، في عنده مساوئ، في عنده محاسن، في الحلو وفي الوحش، زي ما انت بالظبط فيك الحلو وفيك الوحش. هنا في صفات في الراجل، في صفات حلوة وفي صفات سيئة، وفي الست فيها صفات حلوة وفيها صفات سيئة. يبقى لازم نتحمل الوحش علشان خاطر الحلو. ايه ده؟ طب افرضي بقى بيضربني؟ لا، بيضربك يبقى فيه الاول معاتبة، انا ما بحبش كده وما ينفعش كده اول مرة، قرار تاني يبقى فيه وقفة بين اهل والدنيا تتلم، ابوك يقف له، عمامك يقفوا له، ما بنتنا ما بتضربش، ده دي حاجة تانية. انا بتكلم على الصفات يا جماعة اللي هي درجة، اللي هي بنعيشها كل يوم. مثلا هو بيحب ياكل بايده، انا ما بحبهوش ياكل بايده، فبس هو في حاجات حلوه تانية كتير. خلاص يا ستي كبري دماغك، مادام الصفه الوحشه بيقابلها صفات تانية حلوه ابلعي. وانت كمان اصلك هي يعني فيها صفات وحشة كده، بس بصراحة فيها صفات حلوة. خلاص يا جماعة، الحلو يغني عن الوحش، مادام في المتناول، مادام في اللي تحت ايدينا، في الحاجات التافهة العبيطة اللي احنا ممكن نتخانق عليها في اليوم ونعمل عليها مشاكل ونعمل زعيق ونضرب البوز على حاجات تافهة، لا نعدي ونبلع. لان اللي مش عاجبني فيك ده، ما انت اكيد انت كمان شايف حاجات فيا مش حلوه، بس انت بلعتلي يبقى انا كمان ابلع لك. ومن المتعارف عليه دايما ان الستات هما اللي بيبلعوا للرجاله اكتر. على حته بقى ايه، بيتك، جوزك، عيالك، حاجه على بيتك، المركب تمشي، فهي بتبلع اكتر. وهنتكلم في موضوع البلع والمركب تمشي ده في حلقة تانية منفصلة، لان الموضوع ده كبير جدا واحنا لازم نتكلم فيه بالتفصيل. خامس حاجة من سر من اسرار الجواز الناجح، اجعل من شريكك افضل صديق. يا حاجة دي مهمة جدا 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 يا جماعة، لان لما يكون جوزي صاحبي ولما تكون مراتي صاحبتي، بنأثر على نفسنا مسافات كتيرة جدا 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 جدا، في عدم التوافق، في فقدان الوقت بينا او انعدامه، السكوت اللي بيحصل بينا، مفيش مشورات، مفيش كلام بيتفتح، جوزي دايما قاعد ساكت في البيت. لا، ده انت لما بتحس انك انت مراتك هي صاحبتك، ولما بتحس ان جوزك ده هو صاحبك،
بتلاقيكوا بتتكلموا مع بعض كتير قوي، وتفتحوا قلوبكم لبعض بشكل واضح وصريح، قريبين من بعض قوي. الاحساس انك انت اصلا دي مراتك، دي صاحبتك، لما بكون زعلان بروح اكلمها، بروح اشكلها، بروح احكي لها، وبتقول لي عن نصيحة، وبتقف جنبي وبتتابعني، احسن حاجة في الدنيا. هو بيحس باهتمامك وانت بتحسي باهتمامه. اوقاتكم مع بعض بيبقى كلها كلام، مش بتبقوا قاعدين في البيت هو ساكت ماسك الموبايل وانت ساكتة ماسكة الريموت، وعاملين زي ما يكونوا قاعدين مستنيين تحلقوا. بتأثر مسافات كتير قوي بينكو، وبتقرب بينكو قوي قوي قوي. النهاردة حلقتنا خلصت في أسباب العلاقة. النهاردة حلقتنا خلصت في أسباب الزواج الناجح، بس باقي الأسباب لسه ما خلصتش، وهنكمل على الحلقة الجاية. ومع فريدة، ربنا يهدي سرك. Thank you.